محمد زيني الأحياء الشعبية اللي كاينين على اليسار وراء هذه الفيلات.
يحتلوش على النظافة ديال المكان. جينا منها كاين هذه كتأدي نفس المكان، وعرفت عدة إشاعات في مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا الفيسبوك هو اللي كيستعملنا في المغرب بزاف أكثر من تويتر، وكاين بعض المواقع المحلية أقلال اللي كيزيد يروجوا الإشاعات، كونوا مثلا أن سيدنا تعرض لاعتداء والاغتصاب وكذا كذا في المنطقة ديالنا. كل مرة كنسمعوا شي واحد يكون معروف في مدينة طنجة، يكون طبيبة إلى غير ذلك، ما كنسمعوا مع العلم أنه ما كيوقع حتى شي حاجة. إذن الحافلة مازال عندها الطريق، عارفين كتوصل.
هذه مش عمر اسمنا شيء واحد إيش، لكن حلو في سنة يبتعد عليه. صغيرة شوف عدة فيديوهات يقتوى الناس هنا شوف الحجم ديالو صغير بالنسبة مكان ممارسة الرياضة مكان جميل جدا استنشاق الهواء النقي ديال الغابة الشاطئ من هنا
نشحن الموتور. هو ارتشاء الحج مثلا نايو هنا كذي بسوس حقيقة هذه اللي كتبان مشفتها هي اللي إذن هذه كاملة هي مديونة من مات العقابة اللي يخافوا بزاف. كاملة حسب مديونة إلى الشاطئ البحر. كاملة مديونة وكاين طريق ديال الشبيلة اللي كيبقى على اليسار ديالنا. هذه الطريق اللي كدير الجبيلة ولا هي عودة إلى الجبيلة انطلاقا من هذا الطريق اللي غنجي بها. هذه كتمشي الطريق هذه إلى شقار، من بعد كتمشي للمدينة الجديدة طنجة ابن بطوطة منتشر الحجريين اللي فيها دابا المدينة الجديدة إلى كزنايا.
اكيد نمشيو على الطريق باش الطريق الجديده باش نعرفو فين حنايا واجدين.
بعيدا العودة إلى ديونا، هنايا في كاب سبارتين الشمس ما تسمعليش إذن كاين غابة سلوكية اللي على الشمال على الشمال وهذه عودة إلى
غابة سلوكية في يوم آخر يكون عندي شوية وقت وتكون جبت انطلاقا من نفس المكان اللي انطلقت معه في اتجاه غابة سلوكية. ربما المسافة للغابة السلوكية صغيرة ماشي بزاف أنا أعيد الفيديو في هذه النقطة.